وان شاء الله مستقبل تونس يكون احسن مع الرئيس بتاعنا الحالي اللي هو السي قيس سعيد، والانجازات اللي يقوم بها والشيء اللي قاعد يعمل فيه فخورين به ديما القدام. البارح عرضتني في فيديو معناتها يا خيبة المسعى. من الأول نسمع في الفيديو فرحت السيد باش يحكي على تنقيح مجلة الأحوال الشخصية ولا مجلة الأسرة. يعني أنا قلت معناتها هذه أمنية أي رجل تونسي، أي الرجل التونسي والمرأة بنت الأصل، هذه الأمنيات نتاعهم. خاطر في البرود الأخرى رينا برشا فساد وبرشا خور من ناحية معناتها الحبس للرجال على النفقة، والحضانة كلها تمشي للمرأة، والراجل ما لقي حتى حق مع المرأة وقت اللي المرأة بتاعه تطلع ناشز ولا زانية. دونك السيد هذا ما تملول مشي في الموضوع، فرحت اني قلت بالحق هذا وباهي ما تقعد يطالب حاجة. بعد قالك نحيو عقوبة الزنا وهكا تولي ما الأمور واضحة. مانيش نقول كلام زايد، مانيش باش معناتها نتكيه، خاطر توا هاك تشوفوا معناتها ولا حتى اللي يجبد الاسامي ولا يعمل بيبليكاسيون على انسان معين ينجم يكون يتهم بهذا الشيء. دونك لا اله الا الله محمد رسول الله. نحب نقول لك يا سيد، واذا كان انت معناتها سيد ماكش سيدة، رانا احنا رجال ولاد تونس مسلمين وبطنا رجال، وان شاء الله نجيبوا كان رجال واللي كيفك ما يشرفوناش. ونداء للسيد الرئيس سي قيس سعيد يعمل لفتة للجماعة اشباه الرجال الموجودة في تونس اللي خرجوا لنا بعد 2011. الناس كل كأحرار، كل واحد يهبط اللي يحب يحكي اللي يحب، بنات معناتها عرات رجال معناتها حاشاكم ولاد لطفي ربي. ماذا بينا سي قيس سعيد اعمل لفتة للجماعة هذوما وهزهم كلهم في صندوق في باكو في اي حاجة في ساشيات بوبال وطيش. فما عباد يسحقوهم هولندا ولا اسبانيا ولا حاجة، يسحقوا للحاجات هذوما يخدموا بيهم. هذا نداء للسيد الرئيس سي قيس سعيد. مجلة الأحوال الشخصية اللي هي ضرت برشا التونسي ودمرت التونسي واخذت من صحته من فلوسه من فرحته من يعني من علاقته بصغاره وكل شيء، دمرت الرجل وأنصت المرأة الناشز والمرأة الزانية. سيد الرئيس ولات توا في تونس المرأة الزانية تصوح بوليسي باش نجم تمنع من عقوبة الزنا وباش نجم تكونسومي المخدرات على راحتها. على تقدر المخدرات ماذا بينا نعملوا لفتة زادة للجماعة اللي يروح مثلا، كان يا حبذا سيد الرئيس كان اللي يشد يروج ولا يستهلك، ماذا بيا يعني ماذا بيا يكون قانون فيه صارم يعني السجن مدى الحياة. أو هكا العباد الكل تولي مسطرة، ما عادش لا تلقى شكون لا يستهلك لا شكون يبيع. أنا يعني إنسان مع الشيء هذا رحمة الله، تحب تحطني أني نعذبهم نعذبهم، تحب تحطني أني معناتها نشدهم نشدهم، يعني راني معناتها الأمور هذه ما نلعبش فيها، راني نكره ما نكره العبد اللي موش مستوي. باش تنظاف البلاد أنت بديت فيها كمل وإحنا معاك، جوست شوية قوانين تتمس وتونس تولي زيت فوق المي، وان شاء الله معناتها زاد يعملوا لفته للوظيفه العموميه والوظائف اون جينيرال الخاص ولا العمومي. خلي الشباب نتاعنا معناتها اللي يتخرج يلقى خدمه واللي زاد معناتها عنده صنعه كل شيء معناتها ينجم يحل نعاودوا على المشاريع الصغرى والكبرى ونحسنوا معناتها من رواحنا ونحسنوا من البلاد ونطوروا فيها وان شاء الله نقوموا بها وتكون من اعز البلدان وتكون تونس لا دبي ولا امريكا ولا سويسرا ولا حتى تكون تونس تونس.